عمره 12، يعني تعبان ويعاني من يشتي يعني تغذية ويشتي علاج، يعني من الفقر من الجوع، يعني ما يأكل معه إلا الحنطة يأكل ما هي أي شيء، يعني يمكن له يعني اليوم 7 سنة أو 6، اليوم الضعف يمكن له اليوم شهر يحصل له موت. ولا أي شيء معه مدمر، أبوه عجم كلهم عجم، ولا اشتغل في أي شيء، كلنا جاسر ما معنا أي شغلة، شلنا نشتغل لكن ما في شغل. أقول أبوه ضب حمل معاش حتى حق الكرة حق السيارة ما نقدر نعالجه، إحنا ضباع حمل معنا أي شيء مدمرين، ما علم به إلا هذا الوفق حالتنا. فعلى الشفاء والصحة مشي وغير شيء، يعني نحتاج له علاج، ويعني نحتاج له حق المصاريف وحق يعني علاج مصاريف يعني للبيت والبيوت